السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماهير الأهلي تبدي غضبها بعدما رفض أحمد فتحي التجديد للقلعة الحمراء. أعلن النادي الأهلي عن رفض أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق للعرض المقدم من جانبه من أجل تمديد عقده لمدة موسمين مقبلين، مفضلا الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي. الأهلي عرض على فتح التجديد لمدة موسمين مقابل 11 مليون جنيه للموسم الأول و12 مليون جنيه للموسم الثاني ومنح إشارة القيادة بداية من الموسم المقبل، ولكن اللاعب رفض هذا العرض. وانتشرت انباء خلال الفترة الماضية عن تلقي فتحي عرضا مغريا من جانب نادي بيراميدز، وان لاعب الاهلي اقترب من الانضمام الى الاخير مع نهاية الموسم الحالي. وتباينت ردود الافعال بين جماهير النادي الاهلي بين الغاضب من قرار احمد فتحي بالرحيل والمرحب برحيله تماما. ونستعرض خلال الكلمات التالية ابرز ردود افعال الجماهير بشان رحيل احمد فتحي عن الاهلي. اهلا بكم في كرة شراء، وفي الحلقة دي هتكون العناوين كالتالي: احمد غانم عن رحيل فتحي لم يرتكب جريمة وجماهير الاهلي ستنسى، فرج عامر عن رحيل احمد فتحي من الاهلي لا مكان للعواطف، تحياتنا للرقم 19 ستندم 24، ردود افعال رحيل احمد فتحي عن النادي الاهلي: احمد فتحي رفض التجديد بعد الاستخارة، وهذا كان رد فعل النادي الاهلي، ضرب احمد فتحي وتهكمات في الشارع بعد الرحيل عن الاهلي. وقبل ما نبدأ عاوزين نوصل الفيديو ده ل 9000 لايك، معقول مش هنلاقي 9000 شخص بيحبوا النادي الاهلي؟ لو بتحب النادي الاهلي ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو. وقبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصل لك فيديوهاتنا اول باول. كشف مصدر مقرب من احمد فتحي الظهير الايمن للاهلي كواليس عدم تجديد تعاقده مع القلعه الحمراء. الاهلي اعلن اول امس الاربعاء عن رحيل احمد فتحي بنهايه الموسم الجاري بعد تعثر المفاوضات مع اللاعب بسبب المقابل المادي. وقال المصدر في تصريحات خاصة: أحمد فتحي أبلغ وكيل أعماله نادي الشوقي أنه سيجدد عقده مع الأهلي، وتابع: نادي الشوقي أجرى اتصالا صباح الأربعاء بأحمد فتحي ليؤكد عليه موعد الجلسة وتوقيع العقود، وأكمل: ولكن أحمد فتحي كان له رد فعل مختلف وأبلغ وكيله بعدم رغبته في التجديد وأن هذا الموسم الأخير له داخل النادي الأهلي. وأوضح المصدر أن فتحي قال نصا: لن أجدد العقد، فقد استخرت اللعب بصلاة الفجر وشعرت بعدم ارتياح للتجديد، وهذا الموسم الأخير لي مع النادي الأهلي. وأضاف المصدر: بعدما قام النادي الشوقي بالاتصال بمسؤولي الأهلي وأبلغهم قرار فتحي، وكان رد فعل مسؤولي الأهلي هو حر. واختتم: بعد الساعة 12 ظهرا أجرى فتحي اتصالا بأمير توفيق مسؤول التعاقدات وأبلغه بقراره. والخبر اللي بعد كده: فتحي لصحيفة إماراتية: لو بجري ورا الفلوس كنت رحلت للزمالك وفايلر السبب. أكد أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي إن المشاركة في كأس العالم 2022 وراء مغادرة الأهلي والبحث عن تحدي جديد لضمان المشاركة في المباريات، مشيرا إلى أنه إذا كان يبحث عن الملمس لما يتوقع البعض كان سيظل في الأهلي، لأن العرض الأضمن له به من مميزات خاصة في العام الثاني من العقد، والذي يتيح له الحصول على العقد كامل دون النظر إلى نسبة المشاركة في المباريات. وقال أحمد فتحي لصحيفة الإمارات اليوم: يتوقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو السبب المادي، لو كان الأمر ماديا فهناك عروض أقوى بكثير من العرض المذكور في وسائل الإعلام، كما أن عرض الأهلي ماديا أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي، ولكني فضلت البحث عن تحدي جديد، أتمنى أن ألعب بكأس العالم القادم مع المنتخب المصري إذا نجحنا في الصعود بالتأكيد والبقاء في الملعب أكبر فترة ممكنة. العروض المقدمة 3 سنوات داخل الملعب وليس سنتين فقط. وأضاف فتحي للصحيفة الإماراتية: الآن أنا متواجد في الأهلي أخذ مباراة وأخرى لا، ولا أشعر بالراحة مع ريني فايلر المدير الفني الجديد، وحتى وأنا أقدم عروضا جيدة بشهادة جمهور الأهلي أجد نفسي متواجدا على دكة البدلاء، وهذا أمر فني ولم أفتعل أي مشكلة في مباراة اليوم، وهذا حق للجهاز الفني والإدارة في الاعتماد على اللاعبين الصغار، ولكن لماذا لا يعطيني أحد الحق في البحث عن تحدي جديد للتواجد في الملعب إذا كنت قادرا على ذلك، وحفاظا على جمهور الأهلي وعلاقة حب له رفضت الكثير من العروض الفترة الماضية، واملك عروضا من الامارات اذا كنت افكر في المادة، ولكن كرة القدم والحلم الذي اسعى اليه لن يتحقق الا بالتواجد في الملعب، واشكر الجمهور المتفاهم وضع وكافة الرسائل من اللاعبين زملائي التي شجعتني هذه الفترة، وهم يعلمون جيدا سبب رحيل فتحي الحقيقي عن الاهلي. للمرة الاولى هذا العام تحدث المدرب الالماني يورجن كلوب عن مستقبل النجم محمد صلاح مع ليفربول بحسب موقع سكاي نيوز، مؤكدا ان النجم المصري سعيد مع ريدز، وذلك في حديثه خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضية. وقال يورجن كلوب: لا اعلم اذا كان صلاح سيكون موجودا هنا مع انطلاق الموسم المقبل، هل سمعتم انباء عكس ذلك؟ حسب ما اشارت صحيفة ليفربول ايكو، واضاف: كيف بامكانك معرفة نية اللاعب بالبقاء او الرحيل؟
بالنسبة لي صراحة صلاح يبدو أنه استقر هنا وأشار كلوب لأنه لا يسأل لاعبي ليفربول عن نيتهم بالانتقال أو البقاء في النادي إلا إذا علم بأمر معين من الصحافة وإدارة النادي. واستكمل المدرب الألماني: ليس لدي فكرة عن موضوع انتقال صلاح حقيقة، ولا أعرف أي أخبار عن انتقال أي لاعب آخر في ليفربول. لم يخطر الأمر ببالي حتى سألتم أنتم السؤال. ويقترب ليفربول من فك عقد التحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ينفرد بصدارة الدوري بفرق 22 نقطة عن أقرب منافسي مانشستر سيتي. وسجل النجم المصري 18 هدفا هذا الموسم في 32 مباراة خاضها، ليرفع رصيده إلى 91 هدف في 36 مباراة مع الريدز منذ انضمامه للفريق في صيف 2017. هو الخبر اللي بعد كده: محمد صلاح يتصدر صحف انجلترا كالعادة. بعد تألقه مع ليفربول ضد ساوثهامبتون، تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الصحف الإنجليزية الصادرة أمس الأحد، بعدما قدر ريدز الاكتساح ضيف ساوثهامبتون برباعية دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول أمس السبت على ملعب أنفيلد رود ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. وسجل محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع لصالح ليفربول ضد ساوثهامبتون، ليرفع رصيده ل 14 هدف هذا الموسم، ليكون ثالث هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، بعد جيمي فاردي هدف لستر سيتي المتصدر برصيد 17 هدف، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الوسيط برصيد 16 هدف. جاء احتفال محمد صلاح في صدارة صحيفة ديليميل الإنجليزية وعنوانه: كل شيء يشير إلى أن اللقب من نصيب ليفربول. وذلك بعدما أضاف الريدز ثلاث نقاط جديدة تقربه أكثر من لقب البريمير ليج، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، متفوقا بفارق 22 نقطة كاملة على أقرب منافسي مانشستر سيتي صاحب الوصافة. أما صحيفة ستار فتحدثت بجانب صورة احتفال محمد صلاح عن الفرق الكبير بين ليفربول ومانشستر سيتي الوصيف، والذي ارتفع إلى 22 نقطة، ولا يستطيع أي فريق اللحاق بالريدز. كما سلطت الضوء على المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وتوتنهام، حيث تحدثت عن تحذير بيب جوارديولا للاعبي السيتيزنز، فيما تحدثت صحيفة ديلي إكسبريس عن النجم المصري محمد صلاح وكتبت: حان الوقت لأسلحة صلاح، وأشارت إلى هدف فلقة الانتصار لصالح إيفرتون في لقطة قتل ضد واتفورد، ويغرد ليفربول منفردا في صدارة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق كبير جدا عن أقرب المنافسين، حيث حقق الريدز 24 فوز وتعادل وحيد، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم، كما سجل لاعبو 60 هدفا واستقبل شباكهم 15 هدف، وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة. والخبر اللي بعد كده: توتي: لم أتوقع ما وصل إليه محمد صلاح بعد رحيله عن روما. أشاد فرانشيسكو توتي أسطورة روما بزميله السابق محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بعد تألقه مع الريدز طوال الفترة الماضية، وهو التتويج بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والسوبر القار أيضا في العام الماضي. وقال توتي في تصريحات لوكالة دازن الإنجليزية: محمد صلاح لاعب رائع يمتلك القدرة على صناعة الفارق مع ناديه خلال المباراة في أي وقت. أنا سعيد للغاية بالمكانة التي وصل إليها اللاعب المصري. لم أتوقع أن يحقق تلك القفزة الهائلة في مسيرته عندما رحل عن روما في صيف 2017. وأضاف نجم روما السابق قائلا: محمد صلاح نجح في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول. هذا الإنجاز كان من الصعب عليه أن يحققه مع روما. تواجده في فريق كبير وعريق بحجم ليفربول منحه الفرصة الحقيقية لحصد هذا اللقب، وتوج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد تغلبه على توتنهام بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الأسبانية مدريد، ومن ثم أضاف لقبين بعدها وهي كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وجاءت جميعها العام الماضي. وتزامل صلاح وتوتي في روما عندما انتقل الفرعون إلى فريق العاصمة الإيطالية من 2015 حتى 2017 قبل أن يتجه النجم المصري إلى ليفربول. والخبر اللي بعد كده: مدافع أرسنال الجديد صلاح وماني من العظماء لكنهم بشر في النهاية. صرح بابلو ماني مدافع أرسنال الجديد بأن مواجهة محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول كانت خبرة كبيرة بالنسبة له، لكنه اعتبر اللعب أمام كافة المستويات ضرورة. وقال بابلو ماري في حديثه للموقع الرسمي الأرسنال أول أمس الأربعاء بعد الانتقال للفريق إنها لخبرة عظيمة مواجهة محمد صلاح وساديو ماني، لقد كان شيئا رائعا أن ألعب أمامهما ضد فريق كبير، وأعتقد أنني أديته بشكل جيد. وأتابع في نهاية اليوم: هم بشر مثل الجميع، من الواضح أنهم في مستوى عظيم في الوقت الحالي، كما أنهم من أفضل لاعبي العالم، لكننا أيضا نمتلك فريق كبير بلاعبين كبار. وأضاف: هذه هي كرة القدم، وهكذا يجب أن ننظر إليهما، يجب أن تنافس ضد كل فريق سواء كان ليفربول أو نادي آخر في العالم. أنا لدي إيمان بهذا النادي العظيم، وأعلم أنني سوف أؤدي بشكل جيد للغاية. ولعب بابلو ماري حين كان لاعبا في صفوف فلامينجو في نهاية كأس العالم للأندية أمام ليفربول، واستطاع النادي الإنجليزي أن يحقق اللقب. والخبر اللي بعد كده: ودلوقتي جه معاد سؤال للحلقة، تفتكروا هل محمد صلاح ممكن يتوج بجائزة الجولدن بوك كهداف للدوري الإنجليزي، واللي لو فاز بها يفوز بها للمرة الثالثة على التوالي في تاريخه؟
اكتبوا لنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مره تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعاده ما تنسوش الصلاه على النبي.